رغم حصول أهالي منطقة الكاظمية على موافقة أمانة بغداد بتحويل ساحة قريش إلى نصب تذكاري للمؤرخ الراحل علي الوردي بعد أن تحولت إلى مكب للنفايات، فإن هذا المسعى لم يجد أي تطبيق على أرض الواقع منذ أكثر من 25 عام دون معرفة الأسباب. أمانة بغداد ساحة تغتالها ثقافة الإهمال والفوضى. يستفيق الكاظميون على أكوام النفايات والروائح الكريهة هنا في هذه الساحة كل يوم. ساحة قريش التي تقع في الكاظمية المقدسة تحولت إلى مكب للنفايات رغم مرور أكثر من عقدين على استحصال الأهالي موافقات رسمية بتحويلها إلى نصب تذكاري للراحل المؤرخ وعالم الاجتماع علي الوردي. أمانة بغداد ما حركت ساكن، وعندي وثائق تثبت هذا الموضوع موجود في أمانة بغداد. هذه الساحة من قبل 27 سنة أنا ماخذ موافقة حتى ننصب تمثال العلامة الدكتور علي الوردي، أصبحت مكب للنفايات. هاي أفضل ساحة موجودة في المدينة، ويا من تحكي ويا من قول لي يصير هذا حال المدينة، هي قلب العاصمة قلب بغداد. نطالب إعادة إحياء منطقة باب الدروازة، إعادتها مثل ما مجدها السابق، يعني كانت من خيرة مناطق الكاظمية هي باب الدروازة، بالأسواق خيرة الأسواق، وبالمنطقة من ناحية التنظيمية ومن ناحية النظافة هي كانت خير منها. وإحنا على استعداد للتعاون مع البلدية، وأي شيء البلدية يمكن إذا تطلبه إحنا على استعداد للتعاون وياها. ليست هذه الساحة فحسب، بل مثلها العشرات تتوزع على مناطق بغداد تعاني الإهمال والنسيان. عمر بعضها يعود إلى عشرينيات القرن الماضي، هي أعرق من دول تأسست في المنطقة، لكن تجاهل أمانة بغداد لهذه الساحات دائما ما يرافقه تقصير بحسب معنيين يحتاج إلى تفسير. مشروع نهضة بغداد الذي دائما ما يتحدث عنه في وسائل الإعلام، يتساءل المواطنون عن موعده وعن أهدافه وحجمه، وهل يرتقي إلى مستوى طموح الأمين علي الأحمد العراقي الإخبارية بغداد.